يمين من الخلف لابدين ورا سياج واخوي جاي يتعدى بالشارع وكل شيء ما يوجد بيده لا شيء سلاحه سلاح الخلفي سلاح الشخصي ضامه واعتدوا عليه من الخلف الى لوكيشن اخر وتحديدا النجف. عايد هو حارس امني من اهالي الديوانيه يعمل في محافظه النجف. قامت عصابه بسطو مسلح على مجموعه من المنازل بالمنطقه اللي هو يقوم بحمايتها وبحراستها ضمن عمله كحارس امني. قام بمطاردتهم من قبله وبالفعل يعني هربوا من عنده لكن تربصوا به وقتلوا في وقت لاحق. طبعا هذه القصه انه هو بيؤدي واجبه لكن استغلوا مثلا انه اجوله من الخلف او في وقت كان هو شخصهم لكن انتقموا منه بعدين. مأساة هذه القصة أنه رجل الأمن يتعرض إلى ما تعرض إليه المرحوم عايد. لذلك مراسلنا محمد رزاق من النجف كان إلى هذا اللقاء للتحدث مع شقيق الضحية عن ما حدث. خلونا نشوف. شكرا لك زميلي مازن. حالة جنائية أخرى وقصة مأساوية أخرى تسجلها محافظة النجف للمغدور من محافظة الديوانية لكن هو ساكن في مدينة النجف وعمل في مدينة النجف. نلتقي بالأخ حسين شقيق المغدور عايد حتى نتحدث عن تفاصيل هذه القضية ومعلومات أكثر مع حسين. البقاء في حياتك أخ حسين وخاتمة الأحزان. شنو اللي صار مع قضية عايد؟ ليش انقتل؟ شنو شغله؟ تفاصيل أمك تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أناشد الناس الخيرين والناس الشرفاء وناشد سيد مقتدى الصدر ومحافظ النجف الأشرف بقضية أخوي حارس أمني في حي الرحمة يسكن. بالنسبة لأخوي ما عنده كل عداوة أي شخص ولكن صادفة الحالة سطو مسلح من بعض الناس المجرمين والعصابات اللي تابعة للأحزاب فاتجهوا إلى بالنسبة لأخوي جاي يتجه داخل حي الرحمة واختفت بعض المجرمين الثلاثة. هو سكن بحي الرحمة وعمل بحي الرحمة حارس أمني. حارس أمني ليلي. فجاي يفتر على المتهمين ولكن المتهمين اختفوا في أحد المنازل. وسطوا كمل ولكن اخر الوقت الساعه بالاربعه سطو مسلح صار بحي الرحمه كشفه هو فظل متابع المجرمين ولكن لاذوا بالفرار وفيما بعد اتجهوا من الخلف وتعرضوا له لا قتل. ونطلب الناس الطيبين انه يناشدون لانه هذه العصابات متجهه الى احزاب سياسيه ولكن عليهم ضغوطات سياسيه. طيب انت تفسر يعني قضيه اغتيال اخوك بحكم عمله كشف العصابة والعصابة وراها مثل ما تقول جهاد سياسي. نعم كشف العصابة ولكن يعرف بهم فمن بعده فقاموا بقتله. زين حاليا شنو ترتيب القضية يعني المتهمين مثلا وين شنو ترتيبهم؟ موقوفين خارج توقيف؟ لا موقوفين في أحد مراكز الشرطة بالنجف وتعرف بعض العصابات تتجه بإغراءات لجهات تابعين لجهات سياسية ونطلب من الجهات المعنية اللي شرفاء يكون يتدخلون في هذا الموضوع. طيب هو ورا ما كشف العصابة ورا شقد صارت عملية الاغتيال يعني بنفس الوقت ورا يوم ورا يومين؟ لا في نفس الوقت بين اكو 3 ساعات اكتشف انه العصابة كملت السطو مسلح وتابعهم وضايقهم فاتجهوا على قتله. زين اكو مثلا صارت منادات مثلا الأجهزة الأمنية رأي الأجهزة الأمنية بالموضوع شنو؟ الأجهزة الأمنية قامت بالبحث ولقت أدلة بالاتصالات اللي موجودة بعض المتهمين الموجودين في داخل المركز وأكو كاميرات المراقبة اللي موجودة وأكو أدلة كافية يعني تدل أنه بأن هذول المتهمين يدانون في هذا الحق. زين هو أدى عداوات يعني بغض النظر عن عملية السطو وضعه هو متزوج وضع الشخص شنو ووضع علاقاته بالمنطقة؟ لا إنسان بسيط ما يتملك غير بس هاي الحراسة اللي يتخذ ميها يتقاضى راتب بسيط وما عنده كل خلافات. إنسان شريف ملتزم دينيا وما عنده أي خلاف ويا أي شخص ولكن وضع الشخص شنو هو متزوج عنده أطفال؟ متزوج عنده 2 أطفال. زين أنت شنو مناشدتك بعد يعني هاي القضية كلها؟
شلون تقرأ مثلا أول شيء الحادثة، شلون تفسرها، وشنو مناشدتك؟ والله لي أمل بالناس الخيرين اللي جاي تشتغل، رغم أكو ضغوطات وأكو سلاح منفلت وأكو بعض الأحزاب. ضغوطات منين يعني؟ ضغوطات على اليمن. ضغوطات من بعض الأحزاب، لأنه كل مجتمعنا العراقي كل أربعة متجهين إلى حزب، وكل من مسنود. ماكو بهذا اليوم يجي حرامي يصطب مسلح اذا ما له جهه تابع لها او مؤمن نفسه. والفيديو يمكن شافته اكثر مجتمعاتنا العراقيه، شافوا انهم امنين يتجهون يعني يتجولون في الحي وكانما لا يوجد اكو قانون. زين انت حسب معلوماتك شلون صارت قضيه الاغتيال؟ يعني قضيه الاغتيال كان كمين مثلا مواجهه، شلون صارت؟ لا كمين من الخلف لابدين وراء سياج، واخوي جاي يتعدى بالشارع وكل شيء ما يوجد بيده، لا شايل سلاحه، سلاحه الخلفي سلاحه الشخصي ضامه، واعتدوا عليه من الخلف. اي موضع عايد وانسان طيب وشريف وحباب وغيور، وانسان ما عنده كل شيء ويا البشر غسانيه. انه جي هاي حارس بمنطقتي بالحي الرحمه، ومن هذا ما عنده شيء ويا كل احد من عند حي الرحمه يعني غسانيه ولا هاي، بس جهات من عصابات اجت لي. والعصابات ما تخاف الله ولا عندهم خوف الله، يغدرون غدر. بنية كبيرة أنا عندي مربيته، ومن إجى الحي الرحمة وهنا. وعندها اثنين أطفال؟ اثنين ولاد. من إجى الحي الرحمة كان الولد بقى كبير عندي وظل صغير عنده. هو وزوجته وابنه وما عنده كل شيء. يعني واحد بالديوانية واحد بالنجف؟ بالنجف وواحد بالشامية، احنا بالشامية ساكن. زين حجية قديش مثلا مناشدة لوزير الداخلية، القائد الشرطة، للقضاء؟ والله ناشد وزير الداخلية لأن أريد دم ابني ظهره، يعني ما يخليه يروح بالخالي بلاش. ومواطن صالح صايق طيب إنسان شريف غيور يعني، والناس كلهم أمنة به حي الرحمة. من يطلع صفارته كلها صغير كبير تنام تاخذ أمان من عند من صفارة الحارس، وما عنده شيء وياهم. أناشد وزير الداخلية وأناشد أناشد السيد مقتدى الصدور على هذه الجشعة اللي سووها، ضربوا ابني غدر.